حياكم الله. نحن نعلم أن التجارة ربح وخسارة، في بعض الأيام تكون التجارة منعشة ومزدهرة، وأيام تكون فيها الشغل مش على بابه أو مش المعتاد عليه، والبعض قد يتعثر أحيانا ويفشل ويخسر يمكن كل اللي عنده ليبدأ بعدها رحلة أخرى فيها خبرة، فيها حكمة، وفيها نجاح أكثر من السابق. في حلقة اليوم بنتكلم عن السيناريو اللي يحصل يمكن للبعض، مشروع كان ناجح، اضطر على صاحب المشروع أن يغلقه، ولكن ما يعرف الطرق اللي ممكن يسلكها لعمل هذه الخطوة. هذا موضوعنا اليوم في برنامج البوصلة، خلكم ويانا. أول حاجة لازم نعرفها أن إغلاق المشاريع حاجة وخسارة المشروع حاجة ثانية. فإغلاق مشروع اليوم ممكن يكون لأسباب عديدة، منها على سبيل المثال أن صاحب المشروع هذا تغير اهتمامه في النشاط، ما يبغي يشتغل في هذا النشاط، قد ما يكون خسران بل شاف أن رؤيته اليوم واهتماماته تغيرت. أو ممكن تكون أسباب خارجية، المكان اللي أنت مأجر منه صاحب العمارة أو صاحب المحل هذا قالك خلاص أنا ما أبغي أمدد معاك بعد نهاية العقد، ولكن خسارة المشروع تحديدا يعني أن هناك تعثرات في مالية المشروع وحسابات المشروع، والمصطلح الصحيح هو هلاك رأس المال أو عجز رأس المال، يعني تكاليف زيادة ومدخول ضعيف. ولعمل خطة خروج فلازم نعرف أن في عندنا اليوم نوعين أو طريقين: خروج مبكر، واللي أحيانا يضع صاحب المشروع في حيرة أن هل أسكر الآن، هل أنتظر، هل أجازف شوي يمكن الأمور تتغير. والخروج المتأخر اللي يكون صاحب المشروع قد استنزف كل ما عنده من طاقة مالية وجهد عشان يخلي هذا المشروع يكمل. وإذا حان وقت الإغلاق ففي ثلاث طرق ممكن تساعدك على عمل هذه الخطوة بكل سلاسة. أولا تصفية المشروع بالكامل، يعني تبيع كل ما فيه حبة حبة، حتى وإن كانت الرخصة التجارية ممكن تتنازل فيها لطرف آخر وفق القوانين والإجراءات في المكان اللي أنت فيه. ثاني طريقة واللي قد تكون شوي شيقة أنك أنت تستبدل صاحب المشروع اللي هو أنت بصاحب مشروع ثاني. هذا الشخص يمكن عنده قدرة مالية أكثر، خبرة أكثر، أو اهتمام أكثر عنك في النشاط اللي أنت شغال فيه. وهذه عادة تعتمد على علاقات صاحب المشروع بالناس اللي في نفس المجال. والطريقة الثالثة أن تعلن إفلاس الشركة بطريقة قانونية. هذا قانون اسمه قانون الإفلاس، يساعد صاحب المشروع أن يغلق مشروعه وفق الإجراءات والأنظمة، في نفس الوقت يحمي حق الدائنين أو الناس اللي لهم فلوس في هذا المشروع. الفرق هني أن المحكمة تساعدك على هذا الإجراء، ما تكون أنت بروحك. فهذه كانت حلقة اليوم، تكلمنا فيها عن نوعين الخروج من المشاريع وعن ثلاث طرق لإغلاق المشروع واستكمال إن شاء الله بعدها رحلتك الريادية. الله يوفقكم إن شاء الله ونشوفكم على كل خير.